بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنتكلم النهاردة على الروك ستراكشر ريتنج، وده أحد النظم الأساسية اللي بتستخدم في التصنيف الهندسي للروك ماس. زي ما هو واضح من المسمى، الـ RSR أو الروك ستراكشر ريتنج هو بيعتمد بشكل مباشر على تقدير بنية أو الهيئة أو الهيئة التركيبية أو الهيئة البنائية للكتلة الصخرية، وبيرتبط بشكل مباشر بالجيومتري بتاع الصخر، بيرتبط بشكل مباشر بكثافة الفواصل الصخرية اللي موجودة والأورينتيشنز بتاعتها السترايك والديب والسبيسنج ما بين الجوينتس وحالة الجوينتس سواء كانت ويزرد أو ساوند. وبيرتبط بشكل مباشر أيضا بجيولوجية الناحية الجيولوجية للكتلة الصخرية اللي هي نشأة الصخر، هل هو الصخر بتاعي رسوبي متحول ناري. برضو بيرتبط بشكل مباشر بالأندر جراوند ووتر، المية الأرضية اللي موجودة، هل هي الكونديشن بتاعت دراي ولا في مية، طب الانفلو بتاعها قد ايه. فبنقول ان الـ RSR هو نظام وضع اساسا لتحديد نظام التدعيم الدائم اللي هيتم استخدامه مع المنشآت الجوفية بعد عملية الحفر او بعد عملية الانشاء، منعا من السقوط او لضمان استمراريته بامان وبشكل مستقر. فاحنا هنا العلماء قدروا بشكل كبير بعد ما درسوا عدد كبير جدا، اكتر من 300 تانل واكتر من 300 منشأ جوفي، قدروا ان هم يحطوا لنا زي دايجرام او شكل ثابت حسب الديامتر او حسب التصميم او القطر او بحر المنشأ بتاع التانل، بيوريني العلاقة ما بين الار اس ار ونوع السبورت المناسب للار اس ار. يعني هو بيوري الاول ازاي بيقدر يحسب قيمة الار اس ار للروك ستراكشر اللي موجود عندي، وبناء عليه يبدأ من خلال الدياجرام او من خلال الشارت يبدأ يحدد لي نوع السبورت المناسب. فنلاقي ان احنا عندنا حاجة اسمها الـ RSR Models. المودلز دي معمولة للتانلز للديامتر بتاعها 3 متر، وفي واحد تاني معمول للتانل الديامتر بتاعها 6 متر، وفي للسبعة وفي للعشرة متر. زي ما هنشوف مع بعض في الدياجرام اللي انا هعرضه على حضراتكم دلوقتي. فبيقول لي على سبيل المثال، لو انا مثلا عندي حسبت الـ RSR وطلعت عندي 57 كقيمة رقمية، هنجد ان انا طبقا للدياجرام اللي انا هشوفه ان السبورت المطلوب، وخاصة بقى هنا للمنشأ الجوفي اللي الديامتر بتاعه حوالي 6 متر، هيكون الـ 6H20. 6H20 ستيل ريب اللي هي الضلوع المعدنية ذات المواصفات 6H20. هو الـ 6H20، 6H20 هنا هنلاقي ان هي عبارة عن الستة او الثمانية، دول مقصود بيه السايز ان انش اللي هو السايز او السمك بتاع الستيلز السبورت المعدني اللي انا هستخدمه او الستيل ريب، بيكون السايز بتاعه بالانش من 6 لـ 8 انش. المقصود بالاتش او مقصود بالدبليو اف ده الشيب او الشكل بتاع السكشن. يعني الاتش مثلا في، يبقى ده الاتش سكشن، السكشن بتاع القطاع بتاع على شكل حرف الاتش، ودي اللي هنقول عليها الاي بيمز، و الوايد فيلينج اللي هي الاي بيمز اللي هي بالاي، القطاع بتاع بيكون على شكل حرف الاي، هنا ده القطاع بتاع بيكون على شكل حرف الاتش. طيب ال 20 31 وال 48 دول مقصود بيه الويت، الوزن بتاع القطاعات المعدنيه دي او الريب المعدنيه، طبعا بالال بي على الفوت او اللي هي الليبرا على القدم. فهنا لو بصينا مثلا هنلاقي الشارت اللي قدامي ده اتعمل للمنشا الجوفي او التانلز اللي بيكون قطرها
حوالي 6 متر، سواء كان القطاع بتاعي دائري او على شكل حقبة الفرس. وبالتالي لو انا قدرت احدد قيمة الـ RSR في الصخر نفسه او الروك ستراكشر، سهل جدا ان احدد الناحية التانية، النوع الستيل ريب اللي هستخدمه. وهنا طبعا اللي عندي بقى المكتوب عندي تحت ده على المحور الافقي 1 2 3 4، ده المقصود بيه الريب سبيسنج او المسافه ما بين كل ضلع معدني والتاني. طيب الروك ستراكشر ريتنج ده بيعتبر من الطرق المهمه جدا، اللي بتعتبر من طرق التقييم الكمي وليس الكيفي، اللي بتوصف لي جوده الصخر، وبالتالي بتبدا تحدد لي جراوند سبورت المناسب ليها زي ما قلنا الطرق التراميه المناسبه ليها. فانا عندي اتنين كاتيجوريز، عندي معي يعني معاملين او مجموعتين او اعتبارين مهمين جدا، او اتنين كاتيجوري موجودين عندي في المعيار ده او في التصنيف ده او في النظام ده، اللي هو الجيو تكنيكال بارامترز والكونستراكشن بارامترز. الجيو تكنيكال بارامترز زي ما هو واضح مرتبط بالروك تايبس، نوع الصخر، والجوينت باترن، الفواصل الصخريه اللي موجوده، الباترن بتاعها ايه، المسافه بتاعتها ايه، والاورينتيشن بتاع الجوينت ايه، اللي هو الاسترايك والديب، وهنشوف دلوقتي ايه المقصود بالاورينتيشن والباترن. التايب اوف ديسكونتينيتس، نوع الفواصل اللي موجوده ايه، الميجر جوينتس اذا كانت موجوده او لا، الشيرز هل في مستويات قص، في عندي شروخ، في عندي فولدز، في عندي طيات، في الروك ماتيريال بروبرتيز، وهل الصخر بتاعي ويزرد ولا ساوند. دي برضو كلها اعتبارات بتتخذ عندي في جيوتكنيكال بارامترز. كونستراكشن بارامترز زي ما هو واضح حاجات خاصه بالانشاء نفسه بتاع المنشأ الجوفي، زي السايز اوف تانل، الديمتر بتاعه قد ايه، والوايتس بتاعه قد ايه، العمق بتاعه قد ايه، الدايركشن اوف درايف، اتجاه الحفر هل هو معه ولا عكس الديبنج بتاع الجوينتس اللي موجوده، الميثود اوف اكسبريشنز اللي هي طريقه الحفر المستخدمه اللي احنا اتكلمنا عنها وقلنا قبل كده التي بي ام والان اي تي ام، واتكلمنا عن الشاكينج بايبس، واتكلمنا عن الكات اند كفر والانواع المختلفه والكلاسيكال ميثودز اللي احنا قلنا عليها. الروك تايب اوريجن والروك هاردنس والجيولوجيكال ستراكشر، ثلاث حاجات بالفعل الثلاثة موجودين. طب بصينا كده بيزك روك تايب مش كده، وهنا طبعا الروك تايب بيحدد لي ايجنس ميتامورفيك سيدمنتري. بعد كده عندك الهاردنس برضو موجودة اهي، هارد ميديوم سوفت ديكومبوز، والجيولوجيكال ستراكشر او الهيئة البنائية او التركيبية للصخر، هل هو ماسيف ولا سلايتلي فولدد، فولدد مودريتلي، انتنسيفلي فولدد اور فولتد. طيب بنعمل ايه؟ الاول حاجة بحدد نوع الصخر. طيب مثلا الصخر اللي عندي مثلا كوارتزايت ميتامورفيك، طيب لو هو ميديوم يبقى هياخد في الحاله دي اتنين، لو هو سوفت هياخد تلاته. طب خلاص انا هقول انا هاخد ميتامورفيك هو كوارتزايت، وهقول ان هو هيبقى ميتامورفيك اتنين، ميديوم يبقى هياخد اتنين اتنين، يبقى انزل تحت بعد كده على التايب 1 تايب 2 تايب 3 تايب 4، انا قلت تايب اتنين مش كده؟ اثنين، وهمشي بقى ادخل ناحيه الجيولوجيكال ستراكشر، هو ماسيف سلايتلي مودريتلي انتنسيف، وهبدا اشوف اثنين دي هتقابلني فين. لو انا مثلا بتكلم في كوارتزايت ميديوم وسلايتلي فولتد اور فولدد، يبقى التايب 2 يبقى هدخل عندها يبقى هاخد كام؟ هاخد 20. مثال تاني، لو انا مثلا بتكلم في ساند ستون، والساند ستون ده عندي سوفت، طيب الساند ستون والهزم بتاعته سوفت، يبقى هبقى انا في اربعه، أربعة يبقى هنزل عند تايب أربعة وهمشي على ناحية اليمين، وبتكلم على moderately folded يبقى هديله في الحالة ده إيه؟ هديله 10. طيب قلنا دلوقتي خلاص أنا سترايك يعني إيه؟ ويعني إيه ويز ديب أو أجينست ديب؟ هنيجي بعد كده يقول لي الجوينت سبيسنج، المسافة بين الجوينتس. هنا لو بتكلم في فيري كلوز جوينتس، يعني الجوينتس المسافة بينها أقل من 2 إنش، يعني أقل من 2.5 سنتي، اقل من 5 سنتي. هنا مثلا مودريتلي تو بلوكي من 1 ل 2 قدم، يبقى المسافه مثلا من 1 ل 2 قدم ما بين الاثنين. لو انا بتكلم هنا في الماسيف، في الماسيف بقى يبقى هنا عندي المسافه بين الجوينتس كل 4 قدم، يعني 4 في 30 ب 120، يعني المسافه بين الجوينت والتاني اكبر من 4، اكبر من متر و20 سنتي.
وبالتالي في حد يقول عليها ماسيف، مش هقول عليه فيري كلوز جوينتس ولا بلوكي ولا هو مودريت ولا هو مودريت جوينت. طيب هنا عندي قلنا الديب وهنا الاجينست ويز وهنا الاجينست. هنا امتى بقى حد يعني ايه ديبنج ويعني ايه فيرتيكال؟ هنا او هنا الديبنج او الفيرتيكال هنا المقصود بيه الزاويه بتاعت الميل بتاعت او زاويه الديب، يعني هي الديب نفسه. لو انا عندي الديب نفسها اللي هي زاويه الميل بتاعت الجوينت من 20 ل 50 بسميه ديبنج، لو من 50 ل 90 بسميه فيرتيكال. فانا عندي هنا الديب بالديب مثلا 50 او 45، يبقى انا بتكلم في الديبنج. همشي هنا كده، لو انا عندي الديب بتاعتي من 60 او 70 او 80 يبقى انا همشي في الفيرتيكال. يبقى اذا انا عندي هنا حددت هنا سترايك عمود على الاكس، انا شغال ويز ديب مش شغال اجنست، يبقى انا في الحته دي تمام. طب انا الديبنج بتاعتي 60 يبقى انا شغال في الفيرتيكال. طب انا ماسيف في الحاله دي اخد 45. لو انا مثلا بقول ان انا مثلا هشتغل، انا عندي برضو هقول مثلا الديبنج بتاعت 40 يبقى انا في الديبنج هنا كده. وبقول مودريت للجوينت، دي يعني المسافه بين الجوينت والتاني حوالي 8 انش، يبقى انا في الحاله دي هاخد 24 تمام. البارامتر التالت، البارامتر التالت اللي هو المقصود به تأثير المية الأرضية. قبل ما أدخل في تأثير المية وتأثير الجوينت كونديشن هو ويزرد ولا ساوند سليم يعني أو ويزرد، لازم الأول أجمع اللي أنا خدته في واحد وفي اتنين وفي الـ A وفي الـ B. جمعتهم الاتنين لقيت عندي أكتر من 45 هدخل الناحية دي، لو أنا جمعتهم لقيتهم أقل من 45 يبقى أنا هخليني في الناحية دي ناحية الشمال. طب جمعنا الاثنين اللي فاتوا وطلع مثلا 60، يبقى انا هنا بتكلم في الجزء ده. طيب يبقى انا عندي حاجتين اتنين بقى، عشان مين بيقول لي 25 ولا 22 ولا 18؟ مين اللي هيقول لي وجود الميه او ما فيش؟ ما هوش موجود ميه، يبقى انا هلعب في حته الايه؟ الجزء اللي فوق. لو انا عندي ميه جاريه 1000 مثلا جالون بير متر، في الحاله دي باخد الصف اللي تحت سلايتلي، يبقى الجزء اللي فوق المدرسة يبقى الجزء اللي تحتي، وهكذا حسب الجدول اللي قدام. طيب اما الجود وفير وبور دول بتوع ايه؟ جود وفير وبور دول بتوع الجوينت كونديشن، يعني الجوينت بتاعي لو هو تايت مقفول سيمنتد مقفول يبقى جود، لو هو سلايتلي ويزرد يبقى فير، لو هو سيفرلي ويزرد في الحاله دي بيبقى فور، يعني سيفرلي ويزرد هو شديد التلف. فقول مثلا انا عندي قلنا 60 وانا بتكلم في الجوينت كونديشن بتاعتي سلايت ويزرد يبقى فير، يبقى هشتغل في الحته دي. وانا ما عنديش ميه باخد 22، يبقى 22 اضيفها على الجزء اللي فات عندي قبل كده مع ال 60 مثلا، يبقى ايه 82 2 انش. ومع الروك بولتس هنزل عندي يقول لي 6، معنى كده ان الروك بولتس المسافه بينها وبين الثانيه حوالي ايه؟ حوالي 6 6 قدم. مش هيحتاج هنا الروك الاستيرب. لو انا بتكلم في 40 هحتاج بقى الثلاث حالات، هحتاج في 30 يبقى هحتاج الثلاث حالات، او ممكن احتاج الاربع الثلاث حالات بنظم مختلفه، اللي هو الشكريت مع الروك بولت مع الاستيرب. يبقى الاستيرب بيدخل معايا في الحاله لما يكون تقل عندي الار اس ار عن 60 او 55. نط حضراتكم شوية، لو أنا قلت مثلا 60 يبقى أنا هاخد الشوت كريت عند 2، المسافة بين سوري السمك 2 سنتي بتاع شوت كريت، وهاخد الإيه؟ وهاخد الروك بولت زي ما قلنا 5، السبيسنج بتاع الروك بولت المسافة بين كل روك بولت والتاني حوالي 5 إنش.